وقت الإياب إلى أو العودة إلى المنازل. صباح الخير وصباحنا متجدد معكم في كرمزات. سنتحدث وإياكم في هذه اللحظة عمن أطعم الطير قبل البشر ويده البيضاء طالت الكثير من الحالات المحتاجة. من هو ابن آل دعباس الذي أحبه الخير واقترن باسمه؟ سنذهب وإياكم مع الحاج سجد أحمد السجد صديق المرحوم زجاد دعباس. أسعد الله صباحك بكل الخير سيد أحمد. صباح الخير، اهلا وسهلا. صباح النور انوار ان شاء الله. صباح الخير وصباح الخير الذي يبقى حتى بعد وفاة أهل الخير. دائما وأبدا إحنا بنقول الخير لأهله، فإن لم يكن هنالك أهل له فأنت أهله، وهذا بالفعل ما مثله المرحوم زجاد دعباس كصديق وكجار، وكنت تقضي الكثير من الوقت وملازم للمرحوم زجاد دعباس. حدثنا أكثر عن هذه الشخصية التي أجمع الكثير من أهلنا من محافظة طول كرم على أنه بالفعل أطعم الطير قبل البشر. والله مزبوط يا عمي، ولا بتحكي مزبوط. هذا رجل صالح، هذا ربط أولاده تربية إسلامية حقيقية، وعنده بنتين واحد تدرس دكتورة، ثاني تانية أخذت الدكتوراه 97 ما شاء الله، وإله بنت توجيه استني صاروا بالأخطار بعد إلو ولدين علمهم في التجويد في مساجد المسجد الجديد. كان صلي في المسجد الجديد صلاة الفجر مستني تطلع الشمس ربع ساعة، كان صلي صلاة الضحى وروح على بيته. سمعتيني؟ نعم معك تفضل. بعدين تركي أبوه الله يرحم أبوه محمود أبو زياد على أخوته وأخواته، كل واحد حصته بالتمام. كان يحبهم، يحب أخوته، يحب خواته، زو خواته، كان يحب كل أهل دعباس. بعدين عمل ديوان بعد دعباس أسسه لأمه، أسسه لأهل دعباس موجود المجمع. وبعدين كان يصل كل قرب كل مريض المستشفى بجنبه، دائما فقد مرضى المستشفى. كان له أيادي خيرية. كان يعني كان معطاء وكان إيده للخير، صحيح؟ كل عيد كان يوزع 70 طرد لعائلات مسطورة سجلته كل عيد. كل الاحترام. كل عيد. بعدين له بصمة في مساجد. كان يدفع مصاري النقدي لعدة مساجد أو مسجد بده ينبنى ويتأسس روح يقدم له. بعدين بيوت الأفراح والأطراح كان كل بيت أجر روح عليها، يعني لازم يعني أفضح روح على عرس حرية. طب كيف كانت شخصيته عمي أحمد، يعني كيف كانت شخصية المرحوم زجاد دعباس؟ شخصيته إنسان متواضع، كان يحب الناس وكل الناس يحبوه. حتى أنه لما توفى الله يرحمه المساجد في طول كان جابوا سيرته لأمي والمصلين، لأنه شخصة بعدين لا يمكن يزعل حدا. بعدين كان له أصحاب من الخط الأخضر يجوا عنده يسألوه في محتاج، يدلهم يجيبوا الطرود وبعدين نقدي كمان قدم لهم. وبعدين كان واحد صاحبه يدله يتيم، الحمد لله ذيك يتيم كل شهر بوديه 200 شيكل اليتيم. هذا كان قبل سنة يمكن عمل حادث في كذا كوراي أبوه.
بأمن هناك. طب كيف كانت جيرتك لإله؟ كيف كنتوا كجيران مع بعض أنت وياه في العمل؟ صاحبي وعمو أنا وعمامه والله يعني أهل دمس أعمامه شايف. نعم يعني رفقة وجيرة، نعم الجيرة ونعم الرفقة. أنا قعدت مدير ضريبة التربية والتعليم 40 سنة وتقاعدت وصار لي 20 سنة متقاعد وكل يوم أنا وياه قاعدين على كرسي عند في شغلة اللي هي إذن الله أنا وياه دائما والله. نعم نعم. بعدين بالمسألة اللي حكيت لي بعدين المدارس المدارس اللي أولاده كانوا نصفية كان يدفع مصاري تبرع للمدرسة. أنا سعيد أنا وياه رضي الله. بعدين بناته البنت بتقول له يابا عندنا فقير مش غادي تسأل قصر واحد أو اثنين كان يعطيهن والله ما يقصر كله. نعم يعني اليوم احنا بنقول هنا مثال حقيقي عشان التذكير استاذ احمد انه الانسان يعني مهما طالت سنوات حياته او حتى مهما فارق الحياة في عمر مبكر يبقى العمل الخير هو الباقي، هو السيرة الحسنة له. نعم الرحمة كل الرحمة. نعم يا عمي انه اولاد عمو اوادم كويسين ويصبحين والله يا عمي التيات مسؤولين خلينا مسؤولين عن تعليم أولادك كلهم أولاد والبطل. نعم نعم والله ما قصر والله ما قصر. إجمالا يعني الرحمة كل الرحمة لروحه ونأمل إن شاء الله أن يكون مثلا أعلى وقدوة لبقية العائلة ولأيضا كل الأصدقاء ولكل الشباب الصاعد الحالي. أشكرك جزيل الشكر السيد أحمد. شكرا شكرا جزيلا لك سيد أحمد السجد صديق المرحوم زياد دعباس. مرة أخرى نذهب وتبقى الأعمال صالحة هي ما يتبقى لنا من سير يحكى عنها هنا وهناك. إذن ليكن الشعار الأمثل أن نطعم الطير قبل البشر وأن تطال يدنا البيضاء. الكثير من الحالات المحتاجة أن يقترن أو تقترن أسماءنا دائما وأبدا بحب الخير وبالخير كله. أسعد الله صباحكم بكل الخير.